الشروق مورنينغ متواصل معكم مشاهدينا. صباح الخير لكل من استيقظ الآن وراو يتابع فينا فقرة العيادة النفسية كما جرت العادة كل أسبوع مع الدكتور فتحي بالخيري لمناقشة موضوع أو مرض نفسي، نوضح الأسباب تاعه وطرق العلاج. اليوم اخترنا موضوع الرهاب أو الخوف أو لافوبي اللي نعانيو منها احنا بزاف جزائريين، كاين اللي عنده رهاب تاع ركوب الطائرة، كاين اللي عنده رهاب تاع الحديث مع الناس، كاين اللي عنده لافوبي تاع الأماكن المغلقة أو المظلمة. هي إذا كلها نقاط راح نناقشوها مع الدكتور فتحي بالخير، ويمكنكم طرح أسئلتكم من خلال الرقم الهاتفي اللي راح يظهر أسفل الشاشة، وإذا أمكن تذكريني بها أمينة. إلى حين ذلك أرحب بالدكتور فتحي بالخير. صباح الخير دكتور، شكرا على حضورك معنا. صباح الخير، العفو. إذا دكتور، بعد ما تحدثنا حول الوسواس القهري وكانت أسئلة المشاهدين اللي عدد كبير منهم يعني كان يخلط ما بين الوسواس والرهاب، احنا ارتأينا إلى أن نبرمج موضوع الرهاب لهذا الأسبوع. كامل نسمع بلافوبي، نقول لك عندي لافوبي مسجاج من الماء من الأماكن المرتفعة، لكن أحياناً ما نلقاوش تفسير لهذا الخوف. هل ممكن يعني باختصار نوضحوا للسادة المشاهدين وشنو هو الرهاب أو لافوبي وكيفاش يعني تبان الأعراض تاعها؟ صحيح، هي الخوف، كلنا عندنا الخوف، لكن الخوف كي يفوت الحد تاعو يرجع خوف مرضي. الرهاب هو عبارة عن خوف غير مبرر، ما عندوش سبة هذا الخوف. يقدر يكون هذا الخوف من شيء أو من سيتوياسيون ولا نقولوا موقف معين. وهذا الخوف يصاحبه أعراض جسدية، هذه الأعراض الجسدية هي خفقان في القلب، تعرق، إحمرار الوجه، إحساس بالإغماء، الإنسان يحس روحه أنه يغمى عليه. مصروع، يعطيك صحة. ويؤدي به إلى سلوكات، هذه السلوكات تخرجوا من المجتمع ولا تحدوا في العمل تاعه ولا في الاجتماعات اللي راح يديرهم، ولا في خاصة الناس اللي قابلوا اللي عندهم اجتماعات ويقابلوا جمهور. ولا من بين انواع الخوف اللي ذكرتها انت كاين لاكلوستروفوبي، كاين خوف بصفه عامه، كاين خوف محدد، انسان يخاف من شيء محدد، قادر يكون هذا الشيء عباره عن حيوان، كاين ناس تخاف من ريش الحمام، كاين ناس تخاف من الحمام من العصف، يقدر يكون كتخاف من الكلاب حاشاك عزك الله، يقدر يخاف من كلب، يقدر عندي يشوف الكلب يحكموا نوبه هلع كبيره، كاين اللي يخاف من الاماكن المغلقه، كاين اللي يخاف من الاماكن العاليه، هذو لي فوبي سبيسيفيك ولا الخوف المحدد. كاين نوع اخر من الخوف نسموه لاغورافوبي ولا الخوف من الشارع، الانسان يريح في الدار ما يخرجش، يقول لك انا كي نخرج لبرا راح نموت وما يصيبش بيا الاسعاف، تضربني طوموبيل نموت يسرى بيا، والخوف تاعو يقول لك ما يلحقوش بيا الاسعاف، ما يقدرش يدخل الاماكن اللي فيها شعب غاشي بزاف، سطاد، جامع، ولا حتى مارشي ما يقدرش يدخل له، يخاف يتغاشى لداخل. كاين يخاف من اماكن كبيره وفارغه، وكاين الخوف من الاماكن المغلقه، نقولوا احنا الطائره ولا لاسونسور ولا لوتران، الانسان اللي يخاف يصراو له حوايج وما يلحقوش به المستشفى. نعم. وهذا الخوف يكون الانسان على باله باللي خوف زائد بصح ما يتحكمش في روحه. بصح الاسباب تاع هذا الخوف دكتور، هل نقدر نقولوا انه بالك واحد كي كان صغير تصرى له حاجه ولا يصرى له شوك ولا يعني صدمه صح، وبعد تواصل عليه، ولا تقدر تكون وراثيه ولا تجي وحدها؟ ولا نكمل برك النوع الثالث من الخوف، قلنا الرهاب لاغورافوبي، لافوبي سبيسيفيك ولا من شيء واحد، وكاين الرهاب الاجتماعي، هو منتشر كثير الرهاب الاجتماعي، الناس يخاف يروح الاعراس يهضر قدام الناس ولا يشوفوه ولا ينتقدوه، لانه يخاف الانتقاد ويخاف يبان قدامهم يضحكوا عليه ويخاف يبان قدامهم بصفه غير لائقه، يخاف يولي ما يروحش الاعراس. وكاين حتى ناس قاريين لاباس بهم يخدموا في مؤسسات كبيره، كي يجوا يطلعوهم في الراتب يرقي ويكون حاضر قدام يدير اجتماعات، يرفض هذيك الترقيه ويقول لك انا نريح ما نترقاش لاني نخاف ما نقدرش نهضر قدام الناس. الاسباب تاعها قبل ما نروحوا للاسباب، في سؤال اول عمر من بجاي يقول دكتور انا عندي خوف كي نجح نرقد لازم يكون الضوء مشعول في الوقت. هذا لافوبي سبيسيفيك، هذه اسمها لافوبي سبيسيفيك، وين هو يخاف من الظلام،
لذلك يخلي الضوء شاعل، وهذه قادرة تسبب له مشاكل مع الزوجة، مع الأولاد، مع الناس اللي يكون راقد معاهم، الإخوة مثلا ماشي مزوج في الدار يقولوا الإخوة طفي الضوء، هو يقول لهم لو كان جيت عايش معك كان عندي مشكلة، مشكل صحيح، لأنه هي الشيء العادي، هو على باله باللي الظلام ما يدير له والو، بصح يخاف وما يقدرش، وهذا يجيه من الصغر. احنا المجتمع تاعنا وعلاه الرهاب هذا عند الجزائريين بصفة كبيرة، لأنه المجتمع هو يجي من التصرفات تاع المجتمع حيال الفرد ولا تاع العائلة اتجاه الفرد. احنا تعرف المجتمع تاعنا عندنا عقدة الانتقاد، ملي يكون طفل صغير ننتقدوا فيه، ما ديرش كذا وعلاه درت كذا، حتى ناس كبار ماشي يدير يعايروك، يعني ماشي يعايروك الانتقاد على العائلات الجزائرية، يعايروك يا الخواف يا كذا، وما يدي ما يبثوش الكوراج، روح الثقة في الطفل تاعهم، دائما ينتقدوه، دائما يعايروه، ودائما المجتمع تاعنا عنده هذا السلوك لا غالب عليهم اللي يخلوا الانسان معقد حتى كي يدخل المدرسه يضحكوا عليه والاستاذ ما يقومش بالدور تاعه، ولا الناس المختصين بها يقولوا له ياسمين علاه تهضر، ولا هو مسكين كي يكون صغير قدام التلاميذ تاعه يجي يهضر، التلاميذ اصدقائه يجي يهضر يضحكوا عليه، الاستاذ ما يوجههمش يخليه يضحكوا عليه، وهو يزيد يتعقد وتكبر معه العقده النفسيه هذه حتى يصل الى سن. نعم، ربما فيها الأخت فريدة اللي تتصل بالوزداد باش ما خلوش تصلنا بزاف. صباح الخير الأخت فريدة. للأسف انقطعت المكالمة في انتظار أنه تعود تتصل بنا وتحكمنا. إذا قلت أنت دكتور قلت أنه حتى أحيانا ربما الأستاذ ولا الأم ولا الأب ولا يعني حتى في العائلة إذا كان طفل صغير وخاوته يضحكوا عليه، حتى الأب ولا الأم يعني ما يقوموش بهذاك الدور تاعهم أنه يعني يوقفوا مع الإبن تاعهم، ولا بالعكس يعني يزيدوا عليه فاميليا كامل تضحك. إحنا يجوني أولياء العيادة تاعي وين أولادهم يبداهم الخوف ويتقدموا يقولوا لي أعطينا نصائح كيفاش نتعاملوا معهم، نعطوا لهم نصائح ونقول لهم خاصة تخلوا الطفل عنده ثقة في النفس. الثقة هي ما كاش برنامج نتبعوه نقولوا واحد اثنين ثلاثة بدي تولي عندك ثقة، الثقة في النفس والكرامة تاع الإنسان تخلق معاه، كي يجي الإنسان يجي كريم، احنا لازم نحافظوا على الكرم تاعو ونحافظوا على الثقه تاعو، هذا ما كان ما نريبوهش، لانه الطفل كي يبدا يكبر يحب يكتشف، يحب يعرف كلش، يحب يطلع على كل الاشياء. احنا ما نقوموش بالانتقاد تاعو ونعايروه ريح، تعرف الالفاظ اللي يستعملوها الاهل تاعنا كي يكون الطفل يتحرك. انا كامل جزائري ونعرف الالفاظ. نستقبل الاتصال تاع الاخ اوكيل من زرادة وبعدها نواصلوا في الحديث. دكتور صباح الخير الاخ اوكيل. الو 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 صباح الخير. الخير. نعم الاخ اوكي تفضل. لاباس؟ الحمد لله. وانت؟ الله يسلمك. كماكم لاح شويه؟ والله الحمد لله الحمد لله. اوكي انا كل حال فضلك. شوف انا كل حال عندي شويه اوكي اوكي نقص التلفزيون بتيليكوموند وسمعنا بالهاتف هكا باش نسمعوا بعضنا مليح. على كل حال قلت لك انا عندي الخوف شويه كي نطلع في الطائره. طلعت للطائره ديجا ولا جميله طلعت؟ ايه طلعت واحد زوج خبرات ولا ثلاثه. على كل حال بصح كي تطلع بزاف شويه نخاف، عندي الخوف. وعندي حاجه عاليه ثاني كي نطلع هكذا في الباتيما ولا حاجه ثاني عندي الخوف ما نقدرش نشوف لتحت. نعم ربما دكتور فتحي بالك في أسئلة تحب توجهها له الأخ. الخوف هذا اللي يجيك غير في الطائرة وفي المرتفعات؟ المرتفعات هي المرتفعات جاهزة منهم، ومن غير المرتفعات والطائرة ما عندكش خوف؟ عادي حياتك عادية؟ عادية حياتي عادية على كل حال، ولكن ملي كنت صغير نخاف من الشيء هذا. يعطيك الصحة، دوك نجاوبوك الأخ. نشكرك كثير أوكيل على اتصالك، والآن حتستمع للإجابة إن شاء الله. دكتور الأخ أوكيل عنده خوف ينفوبي سبيسيفيك، خوف محدد، هي الطائرة، يخاف باللي الطائرة كي تطلع الفوق راح تطيح. كاين لاكلوستروفوبي، لاكلوستروفوبي هو الخوف من الأماكن المغلقة. الإنسان ما فين يجولي حالات كيحبوا يسافروا يقولوا طبيب ما نقدرش نطلع، لاكلوستروفوبي غير ما يدخل للطائرة تغلق الطائرة يحس بالخوف، مازال ما ديمارج مازال ما قلعتش، يجيه الخوف يبدا يتعرق يبدا يتحرك يبدا يدير. كاين حتى اللي يعيط يقول كاين عندي مريض جاني السمانة اللي فاتت قال لي يا طبيب حتى ونحبست الطائرة وقلت له نهبط، قال غلقوا الطائرة غير ما غلقوها، جاني الخوف رحت قال لي رحت بديت نعيط نتعرق قلت له حبسوا نهبط درك وفتحوا له وهبط ما قدرش يسافر. اكيد يعني محشي غامر يقول لك نخاف. بصح الاخ اوكيل عنده الخوف من المرتفعات، يقول لك كي ترتفع الطائرة الفوق يقول لك عادي نطلع، كي ترتفع الطائرة نخاف.
وهذا الخوف من المرتفعات لو كان يأثر له على حياته بصفة سلبية، مثلا عنده أعمال عنده مشاغل وما يقدرش يسافر يعني. كتاجر مثلا، تاجر ورجل أعمال، هذا لازم يداويه. وكيفاش العلاج دكتور؟ العلاج تاعو يفيتي الطائرة، ما يروحش في الطائرة. ها دكتور إلا حبي يروح للبلد، هذا أنا نقول لك كي ما يكونش تاجر ولا ما يكونش عنده سفر. مثلا هذا الإنسان، كاين ناس بزاف ما مشي مال في سافر في الطائرة حتى نكونوا ناس كبار كما كنتوا تحكوا مقبل على العمراء، ويروح جاي رايح للعمراء، عجوزة كبيرة رايحة للعمراء وهي تخاف من الطائرة، تخاف من المرتفعات. نعطوهم دواء قبل ما يطلع في الطائرة، نقول له بربع ساعة كاين واحد الدواء يشربه، يروح له الخوف يسافر له، وكي يجي يولي كيف كيف ربع ساعة قبل ما يجي يشرب هذاك الدواء ويفريها وخلاص. هذا هو الدواء. دكتور ولي كل ما تطلع الطائرة كل ما يشعر بالارتياح يعني، هي كل ما ترتفع كل ما يزيد يعني هو اللي يشعر بالسعادة. هذاك عنده حب المغامرة وحب المخاطرة، وهذا حب المخاطرة كما هذوك اللي نشوفوهم يرموا رواحهم من باراشوت يديروا أعمال مخاطرة، هذاك يحب المخاطرة. يلا جميل نستقبل اتصال آخر. الأخت مايا من أم البواقي، صباح الخير. الو الو الو، صباح الخير الاخت مايا. بيصدق شوف اخويا على بالك عندي نفس المشكل هذا، هو الرهاب من شوف الطياره. الاخت مايا فقط واجهت الناس. الاخت مايا فقط طلعي شويه الصوت تاعك لانه ما نش نسمعكم مليح. الو الو، احنا انا في الاستماع. الاخت مايا برك عاودي طرحي السؤال تاعك ورفعي شويه الصوت تاعك، زيدي برك شويه الفوليوم تاعك. قلت اخويا على بالك عندي مشكل هذا اللي تهضروا فيه بعد تاع الطائره، يعني كي تركبي الطائره تحسي بالخوف، وانت الاماكن العاليه وخاصه مواجهه الناس. مواجهه الناس عندها لافوبيسوس. كي واش تعملي الاخت ولا مريحه في الدار؟ الو تعملي تخدمي ولا مريحه؟ نخدم نخدم اخويا. واش تخدمي؟ اني دوك بعد كي نهضر معاك اني ربي عالم بيا. ايه دوك راكي تهضري على بالي راكي خايفه وتحسي بانقباض في الصدر تاعك وتحسي بالخوف وتحسي حتى التنفس راح يروح لك والهضره راح تتلعثي فيها، صح؟ على بالك ما نسمعش فيك مليح والله. واش ديري؟ خذي نفس عميق، تنفسي مليح. تنفسي. مايا تنفسي، تنفسي نفس عميق، شديه في صدرك النفس، وبعد الزفير خرجي النفس هذاك. للاسف راح قاطعه المكالمه دكتور. يعني الاخت مايا قالت لك عندها الخوف الاجتماعي، الرهاب الاجتماعي، حتى انه قالت لك ما نقدرش نقابل الناس، ما نقدرش نقابل يعني الناس. وهذا قالت كان يتصل بكم يعني حالتي راهي حالة يعني. الرهاب الاجتماعي الخوف من الانتقاد، الخوف تغلط في كلمه وبعد يضحكوا عليها، هذا هي الخوف الاجتماعي عند الاخت مايا راح يدير لها مشاكل في العمل، تولي ما تقدرش تقابل الناس خاصه وكان العمل تاعها فيها مقابله الناس ويدير لها مشاكل لازم تعالجوا. العلاج تاعو سهل، راح نتحدث لكم على مشكل واحد اخر في الخوف وهو جد منتشر، وهما لي زاتاك دو بانيك. لي زاتاك دو بانيك ولا نوبات الخلع ولا نوبات الهلف. شفت هذوك اللي حكيت لك عليهم ثلاث انواع من الخوف، خاصه لاغورافوبي. لاغورافوبي الانسان يخاف من الشوارع ويخاف يكون وحده في اماكن كبيره ولا في وسط الغاشي. هذه لاغورافوبي نقدروا نلقاوها مع لي اغورافوبي ابيك اتاك دو بانيك ولا اغورافوبي سون زاتاك دو بانيك، معناتها خوف من الشارع بنوبات هلع ولا بدون نوبات هلع. نحكي لك هذه الحكاية، كي جيتني عندك شهرين البومرداس قلت لك كان عندي واحد المريض رحت له البيت لشفيت يخاف 15 شهر ما خرجش من الدار، ذكرت الله أعلم ما رحش جدت استشارة، رحت لقيت رحنا تلاقينا كأصدقاء كي رحت للبيت تاعو لقيته ما خرجش 15 شهر ما خرجش من عام وثلاث شهور ما خرجش من البيت. مسكين هو شاب في عمر 23 سنه. السبب تاعه هو الرهاب الاجتماعي، الرهاب لاغورافوبي بالخوف من الشوارع. كي يجي خارج للشارع يخاف يدير هذه نوبات الهلع اللي قلت لك عليهم، يحس قلبه راح يحبس، يحس راح يموت، يحس روحه عقله راح يروح له راح يهبل، يعني كيحتل يتبانيك يولي يعيط، يعني حكمه ديكريز. وصح حكمه ديكريز هذا الشاب. رحت بديناه علاج كيميائي ومن بعد رحت انا ومسعف بالسياره وخرجناه. لازم العلاج يكون علاج لا تي سي سي نعيطوا لها ولا لا ثيرابي كونيتيف كومبورتمونتال يعني باش نخرجوا معايا المسعف من اللور ونخرجوه السياره مغلقه باش ما يصوتيناش ونروحوا معاه بالعقل. كل من بعده على البيت هو يحكموه لي زاتاك دو بانيك، يحكموه الخوف، يقول لي طبيب نعاود نرجع خفت ويبدا حاشاك. دكتور فقط انت قلت علاج كيميائي باش نوضحوا الساده المشاهدين، ماشي لا شيمي يعني. لا لا العلاج الكيميائي شما لا لا هو سي با لا شيمي ثيرابي، لا العلاج الكيميائي هي الادويه تاع الخوف، نقولوا الادويه. كي بدا يخرج مسكين هذا الاخر بداو يحكموه لي زاتاك دو بانيك، نوبات الهلع. نوبه تاع الهلع هذه الانسان
وعليه تحدثت عليها كاين ناس بزاف في الفيسبوك قالوا لي هضرنا عليها طبيب في الحصه هذه. نوبه الهلع تجي الانسان يكون مريح، يحس روحه راح يموت، يحس سخانه تطلع له من رجليه هو يتخيل كانها الموت، يحس روحه راح يدوخ يطيح، يحس باللي العقل تاعو راح يروح له، راح السخانه تطلع له راسه الدم يغلي، يحس العقل تاعو راح يروح له، يحس قلبه يخبط راح يحبس. وهذه كيفاش تحدث؟ هذه الانسان عندما يتعرض الى ضغوطات، اي انسان يتعرض الى ضغوطات، الجهاز النفسي تاعنا، عندنا الجهاز الجسمي الجسم وعندنا النفس. النفس عندها حدود، نقول لك حنا انت رفد لي 5 كيلو بيدك هاك ترفدهم لي، نقول لك كمل 5 دقائق خلاص تاعيا. من النفسيه تاعنا كي يكونوا عليها ضغوطات تستمر هذه الضغوطات ويصرى الكوميول تراكم تاع القلق، النفسيه تاع الانسان تاعيا يولي الصدر تاعنا يتزير، يقول لك تنفسوا ما تنفسوش مليح الهواء، ويقول لك عندي ضيقه في الصدر، ضيقه في التنفس، يقول الاكسجين ما يلحقش مليح، الاعضاء تحس بلي الاكسجين ناقص، القلب يبدا يخبط، الانسان يفسر على انه باش يموت، يبدا يدوخ، يفسر الدوخه انه عقله راح يروح. الفشل ولا الفشله كي تحكموا في الاعضاء تاعو، يقول لك انا راح نمرض بالسكر، راح نمرض بلا طونسيون، كاين حتى يبدأ... يعني كرشو اللي توجع صح، كاين اللي كرشو اللي توجع حاشاك تحكموا اسهال، يقول لك يبدا يجري، ما يعرفش مع الاول، ما عندوش الاكسبيريونس في الخوف كذا، يبدا يجري للاطباء، يروح لطبيب القلب يقول له لاباس بيك، يروح للطبيب تاع المعده يقول له لاباس بيك، النورولوج يقول له لاباس بيك، ومن بعد يجري ومن بعد يحصل واش يدير، يولي يروح الروقات، كاين اللي يقول له ما بيك والو، كاين اللي يقول له عندك عين، ومن بعد حتى وين يلحق يدير انهيار عصبي ونيكره، يقول لك انا ما قدرتش نبرا، ما قدرتش الاخر، وبعد كي يلحق لنا العلاج تاعها كاين قبل ما نروحوا للعلاج باش ما نخليوش الاخ بلال من البليده اللي راهو ينتظر منذ دقائق. صباح الخير بلال. السلام عليكم. صباح النور. سلام. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. تفضل بلال. بارك الله فيكم على الحصه هذه. وفيك بارك. حبيت نسال برك الطبيب، انا عندي امبول في الصريحه هكذايا، عندي العوام وانا نعاني منها، وليت ما نقدرش نسوق في الطريق، سورتو لوطوط ما نقدرش ندخل ليها. بلال نعم. فقط الدكتور فتحي بالخير يعني حب يسالك واش عندك انت تحديدا، يعني واش عندك؟ قلت لي عندك اون بول ولا نحس عندي اون بول في صدري، لونغواس نعيطوا لها، القلق لونغواس احنا نقولها البول. وعندي مده وانا نعاني من هذه، كما قال الشيخ راه في الرقاق واحد يقول لك خلعه أنعم أن يسمعوا بلال. أنعم أني معاك. كمل بلال، يعني أنت رحت للروقات لكن ما كاش تحسوا. أنا عاني منها، وهذه لابول شغل كيما نشوف، ما نقدرش نشوف أماكن عالية في صحيح أماكن عالية، نحس روحي راح نطيح، نشغل الدوخة، وميم طون في السوداء ما نقدرش نفوق. ولابول هذه الاخ بلال نسقسيك معليش سمح لي، لابول هذه اللي تجيك اسكو جاتك لابول ومن بعد جاء القلق والخوف، ولا بداك الخوف باش جاتك لابول؟ شكون هي الاولى اللي بدات، لابول ولا الخوف؟ ما حسيتش في الحقيقه، شغل جاتني شغل تسلك وهكذا وليت نحس بها هكذا، ما صراتليش كالشوك هكذا. وعندك انت مشاكل والله. عندك ضغوطات في العمل تاعك ولا في البيت ولا صرا لك مشكل شوك؟ ما ماشي حاجه نورمال كيما الجزائري عادي. نعم. كم جزائري يعني؟ وتحس من ذاك انك كاره مدي قوتي بلال اخ بلال؟ كاينه هذه صحيح. دوك نجاوبك خلاص عرفنا واش. بارك الله فيك. صحيح فيك بركه بلال، نشكرك كثير على اتصالك. دكتور اذا في سؤال اخر على الفيسبوك معك راح نوسو فيه، ربما نجاوبوا الاخ بلال وكامل عليه على العلاج تاع هذه الحاله. صح. كيما الاخ بلال واش عنده؟ عنده انهيار عصبي زائد اعراض خوف، كما قلنا الخوف يقدر يكون مرض في حد ذاته ويقدر يكون اعراض من مرض. هو عنده لونغواس اللي يقولوها لابول، الشعب الجزائري يقول لك عندي لابول، تعرف كامل الجزائر كامل الجزائريين. اذا هذه لابول جاته من القلق، جاته من الاكتئاب، عنده اكتئاب خفيف. الاكتئاب هذا فيه اعراض تاع خوف، انه يخرج يخاف شويه، يخاف من الاماكن العاليه، ما عندوش مرض الخوف، عنده اكتئاب زائد اعراض تاع الخوف. ونقدروا نلقاو لا ديبرسيون ماسكي بار دي سيمبتوم فوبيك، معناتها كما تحدثنا الحصه الاولى اون ديبرسيون نقدروا نلقاوها ماسكي بار دي سيمبتوم سوماتيك، ونلقاو انسان مكتئب صح ما يبانش الاكتئاب تاعو، يقاوم الاكتئاب ومن بعد تلقاه قلبه يوجع ويمرض بالقولو العصبي. كيما نقول هذو اللي خبوا دخلاني. اللي خبوا دخلاني، بارك الله فيك خويا. هذا الاخ عنده لا ديبرسيون تاعو اللي ماسكي باغ دي سيمبتوم فوبيك، وين لا ديبرسيون مخبيه باعراض خوفيه.
العلاج في حنا نتحدثوا العلاج تاع الخوف. العلاج قلنا كاين دو فولي ثيرابوتيك، كاين زوج اشياء نقدر نعالجوا بهم. كاين العلاج بالادويه في الحالات اللي تكون صعيبه وحالات متقدمه والانسان ما يقدرش يقاوم ولا يقدر يخسر العمل تاعو ولا يخسر دارو، وكاين علاج لا بسيكو ايدوكاسيون، جلسات يعني جلسات لا بسيكو ايدوكاسيون هي مختلفه شويه على لا تي سي سي. لا بسيكو ايدوكاسيون نحكموا الانسان نعلموه النفسيه تاعو وشنو هي، كما كنت نقول لكم قبيل كيفاش التنفس يضيق فيه ومن بعد راه يحس روحو يدوخ. نعلموه مثلا نقولوا له هذيك اللي راك تحسها هذيك ماشي الموت، هذاك ماشي مرض خطير، هذاك الخوف، وهاوليك الخوف كيفاش يجيك، وهاوليك كيفاش دير الاسترخاء. الاسترخاء نسترجعوا هذاك الاكسجين اللي راح لنا واللي رانا ما راش نتنفسوا مليح بالاسترخاء. والاسترخاء فيها عده طرق، كاين ريلاكس، نديروا له حصه خاصه ان شاء الله الاسترخاء نديروا. كاين طرق تاع التنفس في الاسترخاء، كاين طرق بالتفكير، كاين طرق حتى يروح هذيك تاع غمض عينك وتفكر حاجه تفكر صحيت. كاين عده طرق، وكاين طرق جد معروفه في لابسيكياتري ولا بسيكولوجي اللي تاخذ وقت ولازم لها يكون مدرب. وكاين طرق رابيد خفيفه، خاصه التنفس، كما هذه المراه اللي كانت اتصلت بينا قلنا لها تنفسي، هذيك طريقه تاع الاسترخاء. الاسترخاء كيفاش يكون؟ سواء الانسان بالتنفس وبالتفكير، يفكر في الايجابي. مثلا انا قبل ما نجي هنا نبدا نخاف، نقول دوك يشوفوني الناس، الجزائر كامل تشوف فيا، ولا انت كي تجي تخدم كاش ما نغلط كاش ما ندير حركه ومن بعد نحشم. انت في الدار واش تخمم؟ تقول لا انا نروح راح نقدم حاجه للمجتمع، راح نقوم بالعمل تاعي، نقوم بالواجب تاعي، والناس تشكرني ما تنتقدش. هذا من جهه اللي يحب ينتقد ينتقد، يعني واحد مراه كامل يعني يعطيك في الجزائر لازم تنحي اعصابك. بصح اللي يخاف ما يخممش كيما هاك، اللي يخاف دائما مسكين يخمم الجهه السلبيه، ومن بعد يبداو يحكموه الاعراض الجسديه وتحدد له من للاسف. راح نستقبل اتصال اخر، ربما اخر اتصال لنا اليوم الاخت رتيبه من العاصمه. صباح الخير. الو الو الو. الو نعم الاخت رتيبه تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. خويا انا عامله وعندي بنتي 13 سنه في عمرها تقرا في المتوسطه. ونعمل خارج، ماشي خارج بزاف على العاصمه، بصح بنتي كي تجي على 12 ما تسيبنيش في الدار. الوغ من 11 ونص وانا مقلقه عليها، لازم تعيط لي في التليفون 12 و3 دقائق ما تعيطليش. تحكم شحال في عمرك الاخت؟ تقدروا نسقسوك شحال في عمرك؟ نقول تحكم لي السطر في كرشي. الاخت رتيبه نعم الدكتور بالخير قال لك الا نقدروا نعرفوا السن تاعك، يعني شحال في عمرك؟ انا في عمري 47 سنه. الله يبارك. عندك هذه الطفله الوحيده فقط اللي عندك هذه؟ عندي هذه الطفله. هي برك اللي عندك يعني في الدراري؟ عندي وحده بصح ماشي عايشه معايا. ربي يحفظهم لك ان شاء الله. الله يسلمك. نشكرك كثير رتيبه على اتصالك، والان راح تستمعي الى الاجابه من عند الدكتور فتحي بالخيري. دكتور الاخت رتيبه عندها نوع واحد اخر من الخوف ولا من الامراض القلق، هي لونكسيتي جينيراليزي اللي طاق، والانسان دائما خايف على الابناء تاعو، يعيط لهم يسقسي عليهم يحوس وين راهم، ربما خصوصا دكتور في الحاله تاعها لانه هي عندها بنت وماهيش عايشه معاها، وهذه البنت الوحيده عندها يعني صحيح. في البيت يعني ربما طبيعي الواحد يخاف، طبيعي بصح يكون عنده واحد كي تولي تقلق بنتها بالعياط بالتليفون، تقول لها وين راكي واش درتي واش ما درتيش، تولي الطفله تديرونجا تولي صح ولا لا؟ حنشوفها والله غنشوفها امر عادي. انا الوالده تاعي يعني تلحق السبعه تاع لي 7:30 تعيط، هذيك كي تلحق السبعه. بصح كاين هذوماك اللي عندهم لي طاق لونكسيتي جينيراليزي ولا الاحساس بغير الامان، كل دقيقه يعيطوا حتى الابناء يقلقوهم. راش نحكي على الحاله تاع تعيط في الامور العاديه، كاين وين تلقاه يعيط كل يوم كل دقيقه يعيط ما يحبسش من العياط. حتى الانسان حتى الاولاد تاعو انا يجوني يجيبها وليدها يقول لها حتى قلقتني يا طبيب، ما وليت ما نقدرش نخدم في داري، ما رانيش مريح، كل دقيقه تسقسي عليا وين راك وين رحت واش درت. الام صح بصح كي تتعدى الحدود ترجع غير عادي. انا الام تاعي تسقسيني الصباح مثلا وين رحت، العشيه كي تدخل تسقسيني كاش ما يصرى حادث ولا كاش مشكل تقدر تعيط تسقسيني، بصح ماشي كل دقيقه وين راك واش درت وعلاش درتها. تولي وعلى الزوجات ما يجوش دكتور، الزوجات يسقسوا بزاف يعني على كاين هذيك تدخل في الغيره، في الغيره الام تخاف على الابناء تاعها، تخاف كاش ما يصرهم حاجه. مثلا انت تكون في مكان معين والام تاعك تسمع في المكان هذاك المعين صارت حادثه، كي تعيط لك شيء عادي هذاك عادي.
بصح كيما يكون اي شيء ما يكون حتى حاجه كيما الاخت تقول لك مقلقه دائما يخلق لها قلق، هذاك القلق هو المشكل وهذا يشكل ازعاج للطفل خصوصا على البنت راهي في سن المراهقه. صحيح. يعني تخيل انت يا وين يجيني الطفل يقول لي، يقول لي الام تاعي كل دقيقه تعيط لي، كل دقيقه في العمل تعيط لي، كي نلقى لي زابيل نلقى 20 ابيل في اليوم من كثره انها مسكينه الام تخاف وهي دخلت في حاله مرضيه تخاف على وليدها. والعلاج دكتور فيها؟ العلاج هذا علاج كيميائي، هو علاج كيميائي وين خاصه كي تكون الحاله متقدمه، كي تكون الحاله خفيفه الانسان ما يجيش يعالج، بصح كي تكون الحاله متقدمه كثير لازم علاج كيميائي والانسان هذا يشفى 100%. كما قلنا الخوف هذا اللي ينبع من الانسان هو يجي من الداخل ما يجيش من الخارج، خايف انسان خايف. الخوف كي يكون كلنا نخافوا، قلنا كي يكون خوف محدود وما يديرش مشاكل في الحياه الاجتماعيه وفي الحياه العمليه ما نعالجوش، هذو نقدروا نمدوا نصال عادي عادي. لكن كي يكون الخوف وين يخليك ما تروحش تعمل، يخلي تتقلق على وليدك وين تدير له مشاكل في البيت تاعو ولا مشاكل في العمل تاعو، خوف وين باش انت راجل اعمال تجي تسافر ما تقدرش تسافر، لا كلوستروفوبيا ولا خوف من خوف وين لاغورافوبيا ما تقدرش تخرج وين تروح تخدم ولا تروح، يعني تاثر على حياته، هذه كلها تاثر على حياه الانسان وراح تخلق له مشاكل كبيره في حياته ما يقدرش يستمر في حياته، هذه يلزم لها علاج. ولكن الخوف مثلا كاين نساء بزاف يخافوا حاشاك كرامك الله من الفئران، يخافوا من لاريني، هذيك راح تصرى لها خطره في الزمان تحكي مع الخلع بعد خلاص تي في تي، هذيك ماشي يلزم لها فريمو علاج. بصح لو كان كاين انسان بيطاري ويخاف من الحيوان وكل يوم هذا يشكل سواء يتجنب هذاك العمل ولا يعالجه، ولا انسان نقولوا حنايا عنده اجتماعات كبيره ويرقوه في العمل باش يدير اجتماعات وهو عنده رهاب اجتماعي، هذاك ما يقدرش مسكين، هذاك لازم نعالجه. يعني بالفعل كان بزاف اسئله في هذا السياق واسئله اخرى ما قدرناش نطرحها، نخليها الاسبوع القادم بحول الله. نشكره كثير دكتور فتحي بالخيري. العفو. نشكر كل الساده المشاهدين اللي اتصلوا بنا. اذا الموعد الاسبوع القادم في فقره العياده النفسيه، اما احنا نلقاكم بعد الفاصل في فقره بروفايل اللي احنا